هذه الوقفة كانت هي نهاية من البدايات، بمعنى أننا حاولنا اتصال مع مجموعة ديال المسؤولين ومجموعة ديال الناس اللي صاهرين على الشأن العام، فكانوا وعود وكانوا مجموعة ديال الاعتبارات اللي ما حاولوش يتخذوها بأي شكل، فاضطرينا وهذه هي الوقفة الثانية عندنا بعد كاع المنافذ اللي تسدات وبعد كاع الحوار اللي ما كانش هو إيجابي بواحد الطريقة أو بأخرى، فاضطرينا أننا نخرجوا لأنه هاد السكينة ولا التجار ولا هذا راهم في حالة يرثى لها، لدرجة أننا لم نعد نستقبل أي شخص وافد من الخارج، بمعنى منافذ قاع تسدات، الأبواب تسدات على المدينة العتيقة، وقعت فيها مجموعة ديال الفوضى اللي حنا كنتمناو أن المسؤولين ينظروا لهاد المسألة بواحد الروح وطنية، باش لأنه هذه معلمة مدينة عتيقة تاريخ كما أشار الذكر في الوقفة الاحتجاجية. شوف حنا ماشي ضد الفراش، حنا الحل على الفراش، حنا راه ماشي ضد الفراش، حنا كنناديو على أن يوقع نظام لهاد الناس. حنا ماشي مسؤولين لأن حنا تجار مثلا، حنا حتى حنا تجار، ولكن حنا عندنا مسائلنا، ولكن هاد الفراشة خصهم يتلقى لهم الحل، ولكن خصنا حنا يتزل علينا الضرر. ما يمكنش انسان جاي عندك، واحد الكليان جاي عندك من بلاصه وما يرقاش منين يدوز، راه هما براسهم ما يبغيوش. هاد الفراش الا كانوا عندهم العقل وعندهم كيفكروا بواحد الصيغه تيضربوا غير على راسهم، في انني تيجي عندك مثلا واحد الكليان تيقول لك ما رقيتش منين ندوز، راه هما تيحسوا بها، وحنا راه ما عمرنا هضرنا معاهم، ما تنقولوا لهم غير لك حازوا الا حنا ماشي ضدهم، وما عمرنا غنكونوا ضدهم لان كنا مواطنين الحمد لله، هما مواطنين وحنا مواطنين، حنا كندافعوا على حقنا الشرعي باش يتسرح لنا الطرقان ودوزوا للناس، وهما عاوتاني خصهم يدافعوا على حقهم. تيجي